السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، أهلا بكم تلاميذي وتلميذاتي طلاب الصف الثالث الابتدائي. النهاردة هناخد مادة اللغة العربية. هناخد النهاردة إحدى المخترعات، وإحنا خدنا اتنين سبق وخدنا اتنين قبل كده من هذه المخترعات، وهو التليفون والتلفزيون. النهاردة هناخد مخترع جديد وهو الكمبيوتر. الكمبيوتر بنستفيد منه في أشياء كثيرة، منها إن إحنا ممكن نشاهد الأفلام وممكن نلعب عليه وممكن نحمل برامج وممكن نشاهد عليه البرامج المفيدة. النهاردة هنقرأ الدرس كمبيوتر. أول حاجة، جلست الأسرة كعادتها تشاهد البرنامج التلفزيوني. مخترعات حديثة مذيعة تحدث بتقول للكمبيوتر استخدامات عديدة. فما استخداماته؟ الضيف يقول عن طريق الكمبيوتر نعالج، ضيف بيرد ويقول عن طريق الكمبيوتر نعالج العمليات الحسابية المعقدة ونخزن المعلومات الكثيرة التي يعجز البشر عن الاحتفاظ بها، وبالكمبيوتر نتكلم مع أي شخص في العالم ونرى صورته عن طريق الإنترنت. المذيعة تكلم، وهل الكمبيوتر أدراك الضيف؟ بيرد ويقول نعم، فهو يؤثر على البصر ويسبب آلاما في الظهر بسبب الجلوس أمامه أوقاتا طويلة، ويجب أن نختار المواقع المفيدة على الإنترنت ونبعد عن المواقع الضارة. يبقى من أضرار الكمبيوتر إن هو بيؤثر على البصر، أي يضعف البصر ويسبب آلاما في الظهر إذا جلس الإنسان أمامه فترة طويلة، كما أنه يؤدي إلى إرهاق الجسد بسبب الجلوس أمامه زي ما قلنا أوقاتا طويلة. تعالوا بقى نشوف معاني المفردات. معنى جذب، شد، والمعقدة الصعبة وعديدة كثيرة، وجمع قرية، كرة، ومفرد العمليات العملية. ناخد دلوقتي تدريبات. عن طريق الكمبيوتر نعالج العمليات الحسابية المعقدة ونخزن المعلومات الكثيرة، ومن أضراره أنه يؤثر على البصر ويسبب ألما في الظهر. يبقى ما هي فوائد الكمبيوتر وما أضراره؟ ده سؤال مهم وممكن بيجي في الامتحان. هنقول من فوائد الكمبيوتر ان هو بيعالج العمليات الحسابية المعقدة، يعني بيقدر يجمع ارقام كبيرة او يطرح او يعمل عمليات قسمة وعمليات ضرب، كما انه بيخزن المعلومات الكثيرة ويقدر يحفظ معلومات كثيرة. طب وعايزين اضراره؟ اضراره ان هو بيؤثر على البصر ويسبب الاما في الظهر. طيب تخيل الاجابة الصحيحة من بين القوسين، مرادف جذب، شد، ولا ربط، ولا فصل؟ تبقى ايه؟ شد. طب جمع قرية، قرين، ولا كرة، ولا قارات؟ تبقى كرة. هنشوف طريق الكمبيوتر، دي من فوائد وما اضرار الكمبيوتر. هتبقى الاجابة عن طريق الكمبيوتر نعالج العمليات الحسابية المعقدة ونخزن المعلومات الكثيرة، من اضرار انه يؤثر على البصر ويسبب الاما في الظهر. ومرادف جذب، شد، وجمع قرية، كرة. وكده تكون انتهت حلقتنا، وشكرا والى اللقاء. كان معكم احمد صبري.